سائل يقول: هل يأثم رجل لا يصلي حتى يأتي الجماعة الثانية؟ يقول: هل يأثم الرجل أنه لا يصلي حتى تأتي الجماعة الثانية ويصلي معها بدون عذر؟ يصلي معها إيش؟ مع الجماعة الثانية. يصلي مع الجماعة الأولى، يصلي مع الجماعة الأولى ولا يصلي مع الثانية إلا إذا فاتته الجماعة الأولى. نعم.